رفيق بوشناق 38 دقيقة معنا قبل يدخل معنا عبر الهاتف. مشكور جدا على قبوله التدخل أستاذ أحمد خليفة، صحفي ومدير إذاعة الشباب بفلسطين. أستاذ أحمد، صباح الأنوار، صباح العزة، صباح الانتصار، صباح النخوة، صباح الخير أستاذ. صباح الحاضنة الفلسطينية لهذه القوم الفلسطينية. صباح الأنوار، شكرا لك أستاذ أحمد خليفة على قبول التدخل معنا في برنامج رفماك. نبدأ سؤالي الأول أستاذ أحمد خليفة، آخر الأخبار، آخر المستجدات اليوم عندكم على الميدان في اليوم الثالث من عملية طوفان الأقصى؟ يعني على عجالة، الوضع الميداني في قطاع غزة، قتلت الشهداء تقريبا وصلت إلى 493 شهيد فلسطيني في جميع أنحاء قطاع غزة. 493 و 93 شهيد. هذه الحصيلة يعني قبل ساعات أصدرتها وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة في ما يقارب 2751 إصابة. طبعا الشهداء جلهم من الأطفال والنساء. إسرائيل الليلة قصفت قطاع غزة، كامل قطاع غزة، بطائرات F-35 وطائرات F-16 التي لم تهدأ في قطاع غزة وفي أجواء قطاع غزة. ارتكبت مجازر حقيقية إسرائيل كعادتها في محافظة رفح، أكثر من 25 شهيد في منطقة واحدة قصفتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي في ليلة أمس. حتى اللحظة غزة لم تنم جراء هذا القصف المتواصل على بيوت الآمنين دون سابق أي إنذار لهؤلاء المواطنين. تقوم بقصف المنازل بشكل مباشر. الاستهداف كان ممنهج بالنسبة للمدنيين؟ قاعد تسمع فيه أستاذ؟ أستاذ أحمد، السؤال لو سمعت. قلت لك هل الاستهداف كان ممنهجا للمدنيين في 24 ساعة الأخيرة؟ الاستهداف بالعادة، صحيح، الاستهداف بالعادة لإسرائيل. إسرائيل لا تمتلك الأهداف الحقيقية لديها، هي تحاول إعادة هيبتها أمام العالم وأمام الشعب الفلسطيني. نحن كشعب فلسطيني وشعب عربي نعلم أن هذا الجيش الذي قال عن نفسه أنه لا يقهر هو جيش من ورق، يمكن أن يهزم ويمكن أن يمرر أو نقول بالكلمة أن يجر على هذه الأرض الفلسطينية على أيدي المقاومة الفلسطينية. وهذا ما حدث وشاهد العالم بأسره. هل من أرقام في علاقة بجانب كيان الاحتلال، أرقام رسمية، عدد القتلى وخاصة عدد الأسرى أستاذ أحمد؟ يعني إسرائيل كما عودتنا هي لا تقول الأرقام الصحيحة ولا تفصح عن المعلومات إلا بعد ما أو ما يسمح له بالنشر. جيش الاحتلال يسمح له بالنشر، هم يقومون بنشره، لكن ما قالوا عنهم هم أنه هناك فوق 700 قتيل ما بين جندي إسرائيل وبين، لكن أنا أؤكد لك بأن العدد فوق 1000 قتيل في الجانب الإسرائيلي، ما يقارب أكثر من 3000 مصاب إصاباتهم حرجة أيضا في المستشفيات الإسرائيلية. الأهم في هذا الموضوع وفي هذا الجانب أن المقاومة الفلسطينية لليوم الثالث على التوالي هي متواصلة وثابتة، هي دخلت في داخل المستوطنات الإسرائيلية في اليوم الأول لطوفان الأقصى، بدل سيجد هناك شباب من المقاومة، رجال المقاومة الفلسطينية يتواجدون الآن حتى اللحظة التي نتحدث فيها داخل هذه المستوطنات. إسرائيل لم تعد سيطرتها عليها، وإنما هناك اشتباكات دائرة من نقاط الصفر وفي أكثر من مكان داخل هذه المستوطنات. بالأمس أبو عبيدة الناطق في كتاب عز الدين القسام أكد بأن المقاومة الفلسطينية استطاعت أن تدخل رجال من المقاومة بشكل متواصل داخل هذه المستوطنات ويعودون مرة أخرى إلى قطاع غزة. نقلوا جنود أسرى جدد داخل قطاع غزة بالأمس. إسرائيل يعني في علاقة بموضوع الأسرى، في علاقة بموضوع الأسرى أستاذ أحمد، أنت أعطيتني تقريبا عدد القتلى وعدد الجرحى، هل فما رقم فيما يخص الأسرى؟ لأنه نقطة مهمة ستسهل فيما بعد عملية المفاوضات، وهذا أكيد أنت تعرفه. الأسرى الجهاد الإسلامي أعلن رسميا بأنه هو فصيل يعني صغير في أعلن في فلسطين، أعلن أنه يمتلك الآن أو في قبضته ما يقارب 30 أسير جندي إسرائيلي
لدى المقاومه الفلسطينيه. عاود لي الرقم استاذ قديش؟ عاود لي الرقم. 30 اسير اسرائيلي فقط لدى الجهاد الاسلامي، اما اذا تحدثنا عن مجمل الرقم فهناك يفوق 200 اسير اسرائيلي ما بين مستوطن وجندي اسرائيلي في اليوم الاول والثاني والثالث. واضح. في قبضه المقاومه الفلسطينيه، ولك ان تتخيل اسرائيل بل جنون، اسرائيل تقول ما الذي يجري في غزه هذا الجنون. حتى اللحظه اسرائيل لم تستوعب الصدمه من اليوم الاول حتى هذه اللحظه. نتنياهو بعد ما يقارب 8 ساعات من اقتحام المقاومه الفلسطينيه داخل المستوطنات الاسرائيليه خرج على الاعلام يقول نحن في حاله حرب بعد 8 ساعات وسنقاتل المقاومه الفلسطينيه وسنوقف ما يجري بعد 8 ساعات وهو لا يعلم بان المقاومه الفلسطينيه عندما دخلت هي لم تنتظر اسرائيل حتى تقول انها في حاله حرب، هي دخلت لانها تريد ان تنتظر هذا الجيش الاسرائيلي الذي يتحدث عنه نتنياهو. اين هو الجيش الاسرائيلي؟ واين الاستخبارات الاسرائيليه؟ هي نجاح العمليه بالاساس الكل يعلم بانها استخباراتيه معلوماتيه بشكل اساسي. اسرائيل بعد 8 ساعات نتنياهو رئيس الحكومه يقول نحن في حاله حرب، واين كنت في 8 ساعات السابقه؟ المقاومه الفلسطينيه احتلت المستوطنات. فهذه تؤكد على جدية المقاومة وعلى إحكام التخطيط للمقاومة الفلسطينية لاقتحام هذه المستوطنات التي تخيل. وانت تحكي على المقاومة أستاذ أحمد، هل كان متوقعا قيام كتاب القسام بعملية بهذا الثقل؟ اليوم العالم العربي يتحدث عن عبور جديد، ممكن أنتم أقرب منا أكيد عندكم أكثر معلومات، هل كنتم تتوقعون عملية بهذا الثقل؟ هو فعلا عبور جديد، حماس اخترت التوقيت المناسب، اخترت الوقت المناسب، الوقت السياسي المناسب، الوقت الميداني المناسب، احتفالات اليهود في اعيادهم يوم السبت ويوم اجازه رسميه للجانب الاسرائيلي كما تعلم، هم يقولون عنه انه هو شبات شالوم، انهم في سبات وفي في 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 اجازه رسميه وفي اعياد يهوديه. فحماس استخدمت فعلا التوقيت على الارض واستخدمت كل دعني اقول التفاصيل كانت متقنه فعلا لهذا التوقيت ودخلت داخل هذه المستوطنات. حتى عندما دخلت نحن في قطاع غزه كمواطنين استقبلنا على صوت صواريخ تطلق مباشره بشكل متواصل ومتتالي، الكل يتحدث ما الذي يجري، هل اسرائيل اغتالت احدا داخل قطاع غزه او في خارجه؟ حتى تكون هذه الاصوات اسرائيل نفسها معاريف اثرت في اللحظه الاولى، ما الذي يجري على الحدود؟ هذا جنون، لا احد يعلم ما الذي يجري، لا احد يمتلك معلومه. نحن كشعب فلسطيني نعم نتوقع ان المقاومه الفلسطينيه ستقوم بهذا الفعل، لانها على دائما على استعداد، ادوات المقاومه تطورت، المقاومه الفلسطينيه دائما تواكب التطور في عمليه المقاومه في ادوات المقاومه حتى تستطيع ان توجع هذا الاحتلال الاسرائيلي. ما حدث هو كان مفاجئ للجميع. انا اؤكد لك في مجموعات من كتائب القسام وبالمقاومه الفلسطينيه في جهاد الاسلام وكتاب شهد الاقصى لم تكن تعلم ما الذي يجري حتى من داخل كتائب القسام. حتى من داخل كتائب القسام نعم، الناس صح استيقظت على شيء هي لا تعلم ما هو. بعد ان قامت كتائب القسام او نخبه من كتائب القسام على تنفيذ المرحله الاولى من هذه العمليه بدا الجميع يستوعب ما الذي يجري. خرج محمد الضيف القائد العام لكتائب القسام بخطاب، الشارع الفلسطيني فهم ما الذي يجري، اسرائيل بدات تستوعب الصدمه ولكن ليس لديها اي حيله للرد لصد هذا للرد فعلا، لانه لك أن تتخيل أن الجيش الاحتلال الإسرائيلي اللواء الجنوبي بأكمله تم فقدان الاتصال به، منصات دعني أقول لك المضادة للصواريخ الفلسطينية كلها تعطلت، احتياج الأمن وكل ما يمكن أن يبني بمعلومات أو يشعر بأن هناك معلومة أن حد أحد يتسلل داخل هذه الحدود كلها تعطلت. تم تعطيله. هذا اللي تبعناه، هذا اللي تبعناه. نسألك أستاذ على تقييمكم لردود الأفعال الدولية وخاصة العربية منها المواقف الرسمية، شو موقفكم؟ يعني دعني أقول لك بكل صراحة، تعود على هذه المواقف الرسميه من الدول العربيه بانها تتحدث اكثر ما تفعل.
لهم أن يعني حتى الآن أيضا لا وقت لكلام السياسة صراحة يعني. وحتى وإن كان هناك مواقف رسمية عربية، هذه المواقف أصبح الشعب الفلسطيني يفقد ثقته، وللأسف الشديد أن نتحدث ذلك بهذه المواقف الرسمية. ولكن لهم هؤلاء السياسيون أن يفتخروا بالمقام السياسي، أنه على الحظ الشعبية في الشعب الفلسطيني ملتصق إلى جانب الشعوب العربية، وأنت في تونس ترى ماذا فعل تونس، وأنت كنت تتحدث ماذا فعل الشعب التونسي إذا هذا الشعب الفلسطيني، فكان تتخيل أن ما حدث من مقاومة للاحتلال الإسرائيلي هو امتداد طبيعي لما قامت به تونس لإلاء الاحتلال عنها، لما قامت به مصر لإلاء الاحتلال عنها، لما قامت به الجزائر والمغرب وكل الشعوب العربية. فالشعب الفلسطيني إذا كان يراهن فعلا على حاضنة، فهي الحاضنة الشعبية لهذه الدول، لأنها دائما تعودنا نحن كفلسطينيين أن نرى هذه الشعوب تخرج عن بكرة أبيها مناصرة ومؤيدة لهذا الشعب الفلسطيني، لأنها تعلم جيدا بأن الحاضنة الحقيقية والمخلصة هي داخل قلوب هذه الشعوب. نحن نعلم جيدا في فلسطين بأن في قلب كل تونسي جزء من هذا القلب للشعب الفلسطيني ولمحبة هذا الشعب الفلسطيني، الشعب الفلسطيني وفلسطين دائما. وهذا اللي نأكده لك أستاذ أحمد خليفة، هذا اللي نأكده لك. اليوم تونس تعيش على واقع الانتصارات اللي تحققها كتاب عز الدين القسام على أرض المعركة. 48 ساعة 72 ساعة تونس لا تتحدث إلا عما يحدث في فلسطين. البوصلة متجهة نحوكم، معكم بقلوبنا بجوارحنا، نشد على أيديكم إن شاء الله ربي ينصركم. نسألك على الحالة النفسية متاع أهالينا في فلسطين، هل هناك مخاوف من ردة الفعل المنتظرة، واللي الرأي العام المتابعين المحللين يأكدوا أنها ستكون قوية في قادم الساعات والأيام وقد تطول قليلا في الزمن، وإلا لا أهالينا مستعدين لهذا؟ وكما كنت نقول قبل، سنوات وعقود من الظلم، حان الوقت على الأقل لنتقاسم الرعب ونتقاسم الخوف ونتقاسم الموت. ما هوش من العدل أن نعيش وحدنا كفلسطينيين. شين الحالة النفسية متاع أهلنا في فلسطين أستاذ أحمد خليفة؟ الحالة النفسية في قطاع غزة يعني أريد أن أوصف لك بس فقط بعض المواقف حتى تكون على اطلاع على الحالة النفسية لأبناء الشعب الفلسطيني. الفرق ما بين الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية، ودعني أقول لك الاحتلال الإسرائيلي، الجندي الإسرائيلي الذي جاء على حدود قطاع غزة ليحمي هذه الحدود، وجاء يعلم أنه في خدمة لمدة ساعات، وأنه يعود لصاحبته في إسرائيل كما قال ناصر اللحام الصحفي الفلسطيني المعروف. لكن المقاومة الفلسطيني هو يعلم جيدا بأنه صاحب حق وصاحب أرض وصاحب دم وعرض، وأنه ذهب ليموت ليستنشد داخل هذه الحدود. ليس المسألة مجرد وقت للخدمة، هو يريد أن يمنيه ويعود مرة أخرى، بالعكس هو يحمل إيمان بالله، يحمل ثقة بالله بأن هذه الأرض يجب أن تطهر من هذا الاحتلال، يجب أن نصلي ونركع في المسجد الأقصى. فهو داخل ويعلم أين يذهب، هو داخل محمل مشحون، تربى على عز المقاومة الفلسطينية، تربى على أن الصلاة يجب أن تكون إذا كان الدخول في الفجر فإن صلاة الظهر يجب أن تكون في الأقصى، وداخل يستشهد لا أن يعود. دليل على ذلك أن هناك العشرات من المقاومة الفلسطينية داخل هذه المستوطنات والاشتباكات دائرة في قطاع غزة. أنت حدثت عن قطاع غزة، فلك أن تتخيل إسرائيل الليلة لم تهبأ طائرات F-35 ولا F-16 ولا أي أدوات من القتال الحربية الإسرائيلية عن قطاع غزة. هدموا المساجد، هدموا المنازل، هدموا كل شيء، الشوارع، الأراضي الزراعية الفارغة، لم يبقوا شيئا. قتلوا الأطفال، قتلوا النساء، الناس استيقظت في هذا الفجر تستنشق الحرية. لا يهمنا ما الذي جرى بالأمس، بليلة أمس هذا الذي جرى بالأمس نحن نتعلم عليه صحيح، ولكن صحونا على فجر جديد، على فجر ذكريات جديدة من الداخل المستوطنات الإسرائيلية في الاشتباكات الدائرة داخل هذه المستوطنات. في كل ساعة المقاومة الفلسطينية تخرج لنا تقول بأننا متواصلون في القتال في الداخل، أخرجنا عددا جديدا من الأسرى الإسرائيليين. لحد الآن المقاومة الفلسطينية تمكنت رغم كل ما يجري في البحر وفي الجو من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي ومن قبل الاحتلال الغاشم بإخراج العديد من الأسرى الإسرائيليين إلى قطاع غزة. فأين هذا الجيش وأين أمنه وأين استخباراته وأين معلوماته؟ هو وهم
صدقني هو وهم. هو الوهم اللي نجح في كسره ونجحت في كسره كتاب عز الدين القسام، ما أدخل فرحة كبيرة في قلوبنا كعرب. رزقكم الله النصر أستاذ أحمد خليفة، رزقكم الله الفرحة إن شاء الله. نشكرك على قبول التدخل معنا. خليلك 30 ثانية كانت تحب توجه كلمة للناس اللي تسمع فيك، للتوانسة اللي يسمع فيك، للعرب اللي يسمع فيك. ماذا يقول أحمد خليفة الصحفي ومدير إذاعة الشباب بفلسطين والفلسطيني اللي يتحدث معنا تو في المباشر؟ أشوف إذا كان هناك كلمة يجب توجيهها للشعب التونسي وإلى الشعوب الأمة العربية بأسنا، هي بأن الشعب الفلسطيني أنت لا تعلم مدى الفرحة التي نشعر بها صراحة. نشعر بأن هناك سند، هناك أخوة لنا عندما يخرجون إلى الشوارع دون مصادق أنظار، وما يحركهم هو المشاعر المشتركة ما بيننا والدم والوحدة والأمة العربية. أنت لا تعرف أو لا تعلم كيف يكون شعور الفلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية عندما يرى العلم، لمجرد أن يرى العلم الفلسطيني يرفع في شوارع تونس أو في شوارع الدول العربية الأخرى، نشعر بالعزة وبالفخر لأن هناك لنا إخوة فعلا يقفون إلى جانبنا. هذا يمكن من أحد العوامل التي تساعد هذا الشعب على الصمود. حتى ولو كانت أستاذ المساندة هذه لا تغير شيئا على أرض الواقع، ولكنك تأكد لي أنها تعاون أخواتنا في فلسطين على الصمود وعلى الثبات. صدقني هي وقود لهذه الثورة، والله العظيم هو الوقود الذي يجعل المقاعدة. شنو هذا؟ حس القصف أستاذ؟ قصف صحيح. هل أنت في مكان آمن أستاذ؟ يعني هذا القصف متواصل على مدار الساعة، لا يعني نحن تعودنا على ذلك، ولكن أؤكد لك بأن هذه الوقفة العربية وهذه الوقفة التونسية من الشعب التونسي، صدقني وأقسم بالله أنك تشعر بالفخر أنها وقود، والله العظيم هذا وقود المقاومة الفلسطينية ووقود الثورة الفلسطينية لاستمرارها. شكرا لك، شكرا لك. شكرا لك أستاذ أحمد خليفة، حفظكم الله، نصركم الله، رزقكم الله النصر إن شاء الله. وإحنا في المباشر ويكمل في الحوار ونستمع إلى القصف انقطع، عشان ربي يحفظك ويحفظ أخواتنا في فلسطين، ربي ينصر أخواتنا في فلسطين، ربي ينصر الأمة إن شاء الله. تحياتنا من القلب لصديقنا أستاذ أحمد خليفة الصحفي ومدير إذاعة الشباب بفلسطين على التدخل. والنقطة الأخرى كانت تهمني برشا، لأنه كنت ديما نحكي وإحنا عموما نقولوا تبي ربي بدل تصوير بروفيل ولا قالك وقود، قالك بالنسبة لينا للناس اللي تحقر من شأن التصرفات هذه، بدل تصوير بروفيل وهبط في مساندة في الشارع وهز علم فلسطين.